السلطات المحلية العربية بهذه الكثافة وانتشار إقامة المجالس في كافة مجالسنا في كافة قرانا وبلداتنا العربية كان وليد خطة، وليد برنامج. كيف ذلك؟ وهذا البرنامج تزعم وترأس رئيس الشباك الإسرائيلي في ذلك الوقت. عندما قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة أصبح هناك عبء كبير على كاهل الشباك، يراقب الضفة، يراقب غزة، يراقب النقب، يراقب الجليل، يراقب المدن المختلطة، يراقب المثلث. نعم. فبالتالي أصبح كاهله مثقل بالهموم ومثقل بالمسؤوليات. فتوجه في حينها إلى بخطة خبيثة جدا إلى رئيس حكومة إسرائيل في تلك الفترة، وقال لهم أنا أطرح عليكم برنامج إقامة سلطات محلية عربية في كافة القرى والمدن في الجليل والمثلث والنقب وكل البلدات، لأنهم سيلتهون ببعضهم البعض، بمعنى سيصبح هناك صراعات بين العائلات بين العشائر في داخل القرى والمدن، ويبدأوا يتحدثون عن الانتخابات. عندما تنتهي الانتخابات يبدأوا يتحدثوا عن الانتخابات القادمة من ثاني يوم الانتخابات. فبالتالي إحنا منكون شغلناهم في هذا الإطار. فهذه هكذا ولدت.